من جديد، كيف فريق كابوتشينو؟ سلمى عليكم برشا، طريقة السلامة للجميع. التحقت بنا من تعالى، صباح النور. صباح الفل والياسمين حازمي، صباح الفل للناس اللي تسمع فينا على راديو كابا فام والعلي المدينة واللي شاهدوا فينا وانت تخزر وتعمل هكا وتضحك. بالاخص العلي المديني، علي المديني المنضبط برشا، كان مش احلام ما نعرفش شو نجم يصير فينا. نمشي ياسر مع الجانب الانثوي وبطبيعة بزين أحلام، ما نجموش كان نبدأ بالجرائد الوطنية شنو قالت بطبيعة، باش نرجعوا على جريدة المغرب السياسي من أبرز العناوين. أي في بالي باش نعاودها باش نرجع لأبرز العناوين. نقابة الصحفيين في وقفة غضب للتنديد بالحكم الصادر ضد خليفة القاسمي وتتبعات ضد الصحفيين، صرخة متواصلة ضد المرسوم 54. كذلك في الشروق السياسي ملف تونس على طاولة الاتحاد الأوروبي، أي قدرة للنواب غير المنتمين على التأثير في القرار البرلماني. لا والله أحلام تلعب اليوم. شنو حلومة؟ ما نجي كملناش العنوي باش نمشيو المرسومة. ليه عايش شغل؟ يلا نبداو. نبداو بنقابة الصحفيين البارح في وقفة غضب للتنديد في المغرب السياسي للتنديد بالحكم الصادر ضد خليفة القاسمي، زميلنا وتتبعات ضد الصحفيين، صرخة متواصلة بقلم دنيا حفصة. زميلتنا دنيا حفصة نظمت يوم أمس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وقفة غضب، هذا بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للتنديد بالحكم الاستئناف الصادر ضد الصحفي خليفة القاسمي والقاضي بسجنه 5 سنوات. وقفة غضب تأتي بهدف إطلاق صيحة فزع أخرى حول وضع الحريات في البلاد، واللي باتت اليوم الحقيقة تواجه خطر داهم، وهذا أمام تتالي الإيقافات والمحاكمات بمقتضى المرسوم عدد 54. كذلك البارح شفنا خبير هيثم المكليس الغربي في ميدي شوز كذلك باش يشوفوا معاهم الحكاية، باش يشوفوا التصريحات الأخيرة لتكميم الأفواه. نرجع ونقولها بالطبيعة، هذا اللي قالته نقابة الصحفيين على غرار حريات. قالت دولة البوليس وفات ويا مواطن يا مسكين المعلومة بخمس سنين. اليوم اللي يكتب مقال ينجم يتوقف حتى ويتحاسب ويتحاكم ويسجن حتى ليوصل الخمس سنين أو أكثر، ولا لمرسوم 54. طبعا مرسوم القمع المرسوم 54. نتعدي الخبير آخر معاك. مازلنا في المغرب العربي والدولية بقلم روعة قاسم اللي كتبت كعنوان عودة سوريا إلى الحزن العربي وتهدئة الملفات الإقليمية في خضم تحولات كبرى. كما نعرفوا اللي القمة العربية تعقد اليوم في الرياض حذامي، وكان رئيس الدولة قيس سعيد شارك وحاضر في القمة هذه، باش يكون يعني حاضر هو كان البارحة وكان ليها برشا حوارات مع رؤساء دول. نرجعوا لقلم روعة قاسم اللي كتبت انه القمة العربية في الرياض تعقد اليوم وسط مستجدات ومتغيرات هامة اقليمية ودولية، وتعد مشاركة سوريا في القمة بعد غياب لمدة 11 عام الحدث الابرز. باش نقاو سوريا هي اللي باش تحظى بنصيب الاسد على غرار القضية الفلسطينية. باش نقاو تقريبا 32 والى 31 مشروع باش يتم دراستهم، حاجه هكا اماني كان عندك المعلومه صلح لي. سينو نواصلوا في نفس المقال. وكانت تعد مشاركة سوريا في القمة بعد غياب لمدة 11 عام الحدث الأبرز كما قلت حذامي، وذلك بعد أن تسلم الرئيس السوري بشار الأسد من السفير السعودية في الأردن نايف أزديري في 10 من مايو الجاري دعوة رسمية من الرياض للمشاركة في القمة العربية هذه. كما دعت السعودية البرهان لحضور القمة العربية بعيدة محادثات حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية. نمشيو للرئاسة السورية اللي قالت في بيان أن الرئيس بشار الأسد توجه أمس إلى مدينة جدة السعودية لحضور القمة العربية اللي تنعقد اليوم. وجهت السعودية الدعوة للرئيس السوري لحضور القمة بعد أن وافقت الدول العربية على استعادة سوريا عضويتها الكاملة في الجامعة العربية في عقاب كما قلنا 12 عاما، هذا 12 من تعليقها بسبب قمع الأسد للاحتجاجات اللي كانت المناهضة ليه.
إذن باش نشوفوا مخرجات القمة العربية في الإبان، باش نشوفوا شنو آخر المستجدات، باش نبقى على الصعيد الوطني ولكن من نظرة أجنبية، من نظرة العالم. شروق السياسي في الصفحة الخامسة في العدد الصدر اليوم الجمعة 19 مايو 2023. الاثنين الجاية ملف تونس، باش نلقاو على طاولة الاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر أنه يطرح ملف تونس على طاولة الاتحاد الأوروبي مجددا، باش يناقش مجلس شؤون الخارجية الاتحاد نهار 30 الجاي الوضع في تونس. هذا حسب ما أكدته مسؤول بالاتحاد الأوروبي في تصريح ليه لوكالة الأنباء الإيطالية نوفا. نرجع معكم للمقال اللي أخذ الموضوع هذا من عدة جوانب، من الجانب الهجرة الغير نظامية، تضامن مع تونس، تعزيز التعاون، وكذلك التدخل الأخير. نرجع له شوية آخر بقلم زميلنا سرحان شيخاوي. الوكالة أكدت في تقرير إعلامي نشرته أمس نقلا عن مسؤول أوروبي وصفته كذلك بالكبير دون ما تذكر اسمه، قالت زيادة أن المفوضية الأوروبية أجرت ولا تزال سلسلة من الاتصالات الرفيعة المستوى مع السلطات التونسية لحل المشاكل المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والهجرة. كذلك نشوفوا أن التقرير هذا أخذ تقرير الوكالة نقلا عن مصدرها إلى أنهم تلقوا بوضوح رسالة مفادها أن تونس لن توقع الاقتراح الحالي لصندوق النقد الدولي والتابع. هذا يطرح مشكلة بالنسبة لهم، خاطرهم ما عندهمش الإجراءات الواضحة حول كيفية المضي قدما في الدعم المالي، وزيدة يحبوا يدركوا الوضع وحسوا إلى الوضع هش فيما يتعلق بالاقتصاد. كذلك موضوع الهجرة غير النظامية نلقاوه يطرح على الطاولة من جديد، كما أشار إلى زيادة الكبيرة في تدفقات الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا، مضيفا أن الرسالة الأخيرة من المجلس باش تكون رسالة التزام ولا يمكن أنها تكون غير ذلك. التضامن مع تونس، الجدير بالذكر أنه في الأشهر الماضية أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية اللي أدت زيارة إلى تونس تضامن الاتحاد مع تونس والتزامه بمواصلة دعمها في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. كذلك على ما أظن تونس أصبحت تمثل خطر شوية في نظر العالم، بالأخص في موضوع الهجرة غير النظامية اللي نجموا نستعملوا سلاح ذو حدين، نجم يكون ورقة رابحة إذا عرفنا نستغلوا مثل هذه النقاط. نرجع شوية إلى الجدل الأخير أماني. مؤخرا أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، وجاء هذا طبعا على لسان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اللي حذر إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي من أنه الوضع في تونس خطير للغاية. هذا على شنو؟ على الإيقافات الأخيرة، الإيقافات في عدد من النشطاء السياسيين طبعا أماني. هذه تونس بأعين أجنبية، هذا شنو يتكلم علينا العالم في ظل القاوة المرسوم 54 ما يخلينيش نتكلموا، ما يخلينيش نعبروا، كل نهار نشوفوا الصحفي كل نهار. البارح أستاذ توقف على تدوين علي يرد بالك، انت برشا على الفيسبوك ولكن بارتاجي من المصدر، خلي المصدر يمشي على روح بالحق ليلي تكميم الأفواه، خلي الناس تعبر، ما نرجعوش للنظام البائت، ما نرجعوش للنظام القديم، غير ما نقول عليه نظام مانوة بالضبط، كلنا نعرفوه النظام الفيولي ذكرنا كرهناه وما عادش نحبه. حرية التعبير، خلينا نتكلموا، كما ناش قادرين نخدموا الاقتصاد متاعنا وناش قادرين نكونوا دولة وهائلة وممتازة، على الأقل خلينا نتكلموا، خلينا نعبروا. شباب يتوقفوا على غنية طلب اليوم البارح نلقاهم البارح تسيبوا بون الحمد لله، ولكن بشنو؟ بتدخل رئيس الجمهوري بعد شنو؟ بعد ما الناس الكليكة بربي أخرجنا به الغنية حلومة باربارو في أخرجنا وانا تفكر المرسوم 54 حطها الغنية ذيك، وانا نقول المرسوم 54 حطها ما يسالش مشيوا الكل أحلام إن شاء الله الحقيقة بربي يزينا من الخوف ويزينا من اللي قعدنا وإحنا ليه أختار راسي واضرب. اليوم الناس الكل ما عادش تعرف على روحك، حتى في تدوينة بالفيسبوك أستاذ في قفصة، أستاذ عادي ينقد، شنو المشكلة؟ يلقى روحه في تهم كبيرة، يلقى روحه بمجرد تنزيل صور عادية، يعني صور النجم الناس الكل كان بارتجيهم على الفيسبوك، اللي هذا الحيط متاعي، الميور متاعي، بروفيلي، نجم نهبط فيه اللي نحب انا، نلقى روحي من غدوه موقفه على حاجه هابطه في الحيط متاعي. علاش فعلت؟ نواصل معك اماني، نواصل.
نمشيو للبحث وتقعد اذاعه ما فيها حد لا امين لا حتى حد عليك, عليك عاد كي نمشيو نسكن معك وقت لا لا انا قاعد زين انا قاعد كان نمشينيش بعد في الشروق الرياضي نحكيو على الحفنيوي ينعم الحفنيوي اللي يحصد الذهب في برشلونه هكا كتبوا عليه. وصل سباحه التونسي احمد ايوب الحفنيوي رحله الابداع وحصد بطلنا الاولمبي عشيه امس ذهبيه جديده ضمن سباق 400 متر حره في الملتقى الدولي سويداد برشلونه الاسباني بعد ان فاز قبلها بذهبيات 1500 متر متقدما على البريطاني دانيال جيرفيس والنرويجي اونريك كريستانس. وكان النجم التونسي قد حصل على الميداليه الذهبيه 400 متر سباحة حرة في النسخة الأخيرة للألعاب الأولمبية اللي احتضنتها اليابان, كما تحصل زاد الحفناوي على الفضية في اختصاص 1500 سباحة حرة ضمن منافسات بطولة العالم, هذا فضلا عن العديد من النجاحات والتتويجات الأخرى والتي تحققت على حساب أبرز وأشهر السباحين العالميين. ويعتبر الحفناوي من أهم وأبرز الرياضيين التونسيين في الوقت الراهن وتبدو حظوظه وافرة لتحقيق نتائج باهرة ومكاسب تاريخية قياسية بمؤهلات العريضة. وبالنظر أيضا إلى صغر سنه هو من مواليد عام 2002 حفناوي يعني صحة اللي يكتب المقال رجعنا شوية على مسيرة فوالا مسيرة ذاتية الكاملة. شكرا لي كمان كانت هذه أبرز ما كتب في جرائدنا الوطنية.